بداية أرحب بضيفي في الأستوديو الدكتور غانم السليماني الكاتب الصحفي. أهلا ومرحبا بك دكتور. يا أهلا وسهلا، حياكم الله. قبل أن ننتقل إلى هذه التغطية نشاهد معكم هذا التقرير ولنا عودة لاستكمال حديثنا مع الدكتور غانم. جميل جدا، إذن نستمر بحوارنا مع الدكتور غانم السليماني. وشاهدنا من خلال الزيارات التي قام بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بزيارة دولة إلى بلدان عدة، انطلق من الإقليم الخليجي ومن ثم إلى دولتين عربيتين ومن ثم إلى تركيا. مراسم الاستقبال تتشابه وتختلف أحيانا، كيف رأيت مراسم الاستقبال في الجمهورية التركية لحضرة صاحب السمو اليوم؟ بالفعل هي زيارة تاريخية تعكس عمق العلاقة بين البلدين، وما شاهدناه من مراسم استقبال حافلة رئاسية يعني في المطار والمراسم في القصر الرئاسي تدل على عمق العلاقة بين البلدين والصداقة بين الرئيسين سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والرئيس التركي طيب رجب أردوغان. رجب طيب أردوغان نعم. الذي يحظى بمحبة كبيرة لدى الكويت، وأيضا هناك علاقات وثيقة وممتدة عبر التاريخ. واليوم هذا الاستقبال يعني ليس بغريب على دولة تركيا عندما تستقبل قائد مثل سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، فهو استقبال يليق ويعزز هذه الشراكة الممتدة عبر التاريخ، وأيضا يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك وفتح باب الاستثمار والتجارة بين البلدين. ماذا تترجم هذه الزيارة؟ هي تأتي بعد مرحلة طويلة من الزيارات السابقة، فالزيارات منذ 20 عاما لم تتوقف. نعم. واليوم تأتي في ظل وجود سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، يؤسس مرحلة جديدة من العمل، وأنا متأكد أن هذه الزيارة ستفتح آفاق جديدة للاستثمار والتجارة وتعطي مساحة للاستثمار بين البلدين. فدائما النمو مستمر في العلاقة التجارية والاستثمارية، وبكل تأكيد هذه الزيارة ستكون فيها اتفاقيات ورؤى مشتركة وتعزز وتفعل اللجان المشتركة بين البلدين. فالزيارة سيكون لها انعكاسات إيجابية على البلدين، وستكون هناك نمو اقتصادي في الاستثمار والتجارة، وأيضا حتى في مسألة زيادة عدد السياح والعمل المشترك بين تركيا والكويت. فالشركات الكويتية يعني تعمل في تركيا ما يقارب أكثر من 400 شركة كويتية تعمل، وأيضا هناك شركات تركية تعمل في الكويت، وهناك علاقات وتشابه وتطابق بالرؤى يعني لم تفسدها طيلة هذه السنوات أي ما يعكر صفها أي شيء بسبب العمق وصدق المشاعر والمحبة الكبيرة بين البلدين. سنسلط الضوء بشكل أكبر دكتور غانم على كل المحاور التي ذكرتها والمجالات العدة. الجمهورية التركية بلد غني بجميع المجالات، سنتطرق إلى جوانب عدة سنفصل بها أكثر، وسنتحاور كيف ستستفيد دولة الكويت وكذلك الجمهورية التركية من تبادل الاستثمار والخبرات التي نستطيع أن نأخذها من الجانب التركي، ومقابل ذلك كيف نستطيع أن نعزز هذه الشراكة التي ستكون في المستقبل القادم تنعكس على الشعبين. حكام دولة الكويت شاهدت قبل لحظات تقرير يسلط الضوء أيضا على أن هذه الزيارة هي زيارات متكررة، وكل حاكم تقلد الحكم في دولة الكويت كانت له زيارة إلى الجمهورية التركية أو العكس. بكل تأكيد الزيارات لم تتوقف منذ بدء العلاقات الدبلوماسية الرسمية منذ الستينات، فهناك يعني علاقة صداقة ومحبة بين البلدين وتطابق في الرؤى ويعني القضايا المشتركة، ودائما هناك توافق على القضايا الإقليمية والقضايا المنطقة والعلاقات يعني أيضا العلاقات الشعبية بين الشعب التركي والشعب الكويتي علاقات متميزة، وهذا يعكس أن كل فترة يكون هناك زيارة لسمو أمير البلاد أو حتى الرئيس التركي يزور الكويت، فهناك يعني تطابق كبير ومحبة مشتركة ومصالح مشتركة ويعني التشابه الثقافي بين البلدين، وهناك أعداد كبيرة من المواطنين الكويتيين لديهم يعني منازل في تركيا ولها يعني مكانة في قلوب الكويتيين، وتنشط السياحة في تركيا بسبب تزايد عدد الكويتيين نتيجة
يعني التشابه والتسهيلات التي تقدم من البلدين من الكويت ومن تركيا، لذلك تجد هذه العلاقة الشعبية توازيها علاقة أيضا رسمية وثيقة بين البلدين على مستوى الدولتين وعلى مستوى أيضا الوزارات، وهناك تعاون وهناك لجان مشتركة وهناك فرص استثمارية، وأنا أتوقع إن شاء الله بعد هذه الزيارة سيكون هناك فرص استثمارية أكبر مما هي عليه بسبب الرقبة المشتركة والرقبة الصادقة بين البلدين لتعزيز هذه الأوجه الاستثمار والتجارة. فهناك مثل ما قلت شركات ضخمة، اليوم تركيا هي اقتصاد واعد وتنمو بشكل سريع، والكويت لديها أيضا قوة مالية وفرص استثمارية، فهناك تطابق بين القوة الصناعية التركية والقوة المالية الكويتية، فعندما يلتقيان سيشكلان يعني نقطة فارقة في الاقتصاد وفي حتى على مستوى المنطقة سيكون هناك انعكاسات إيجابية. أنا متأكد أن هذه الزيارة سيكون لها ما بعدها من خلال التوافق الكبير والمحبة والنية الصادقة بين البلدين لإيجاد فرص استثمارية وتجارية، والكويت دائما ترحب بالاستثمارات وترحب بالشركات التركية لثقتهم وقوتها، ومثل ما قلت الصناعات التركية الآن في السنوات السابقة والحالية تشهد تصاعد، خصوصا بعد يعني الإغلاقات في كورونا في الصين. استفادت تركيا من هذه الإغلاقات من خلال تنشيط أوجه الصناعات المتعددة في الصناعات الدفاعية، في الصناعات الزراعية، في صناعات التجزئة، في التجارة. تركيا تنهض بشكل كبير، تشكل اقتصاد قوي، والكويت اليوم لديها يعني قوة مالية، ممكن يكون هناك تشارك بين البلدين. بصفتك دكتور غانم يعني كاتب وصحفي، لا شك بأنك يعني رصدت الصحافة التركية وماذا تحدثت وماذا عنونت صحفها لزيارة حضرة صاحب السمو اليوم. قبل حتى أن تبدأ الزيارة كانت هناك يعني مقالات ومواضيع ترحب بزيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وتؤكد يعني عمق العلاقة بين تركيا والكويت والتشابه الكبير وأيضا التطابق الرؤى حتى بين السياسيين الكويتيين والبرلمان الكويتي والتركي في قضايا عدة، أبرزها قضية العرب الأولى، قضية فلسطين، وقضية أو الآن ما يحصل في غزة. هناك تشابه كبير وتطابق واتفاق على يعني ضرورة إيجاد حل لهذه القضية، وأن تكون هناك دولة مستقلة لفلسطين وفق القرارات الأمم المتحدة. وهذه التشابه أيضا بين يعني خلينا نقول لك المزاج التركي والمزاج السياسي الكويتي يشكل يعني رافعة للاقتصاد والتجارة والأمور الاجتماعية وحتى الأمور الاقتصادية، فهناك يعني تطابق كبير وهناك ترحيب من الإعلام التركي بهذه الزيارة، ونؤكد أنها ستكون لها نتائج إيجابية، ومن المتوقع أن سيزيد معدلات النمو في المشاريع بين الدولتين، سواء المشاريع الإنشائية في الكويت أو حتى الاستثمارات الاقتصادية الكويتية في تركيا. أيضا بصفتك دكتور غانم كاتب وصحفي، لا شك بأن المقالات التي تقومون بكتابتها أحيانا تعتبر خارطة الطريق للمسؤولين، لستم أصحاب القرار، ولكن أحيانا المقال الصحفي الذي يكتب يوجه البوصلة، وما تقدمه الصحافة اليوم وكأنها نقول هي السلطة الرابعة ولكن لا تنفذ. ما هي المجالات التي لو كتب الدكتور غانم سليماني مقالة تحث على مزيد من الشراكة والتعاون، في أي المجالات باعتقاد الدكتور غانم بأننا يجب أن نطرق بابها اليوم وخاصة مع الجانب التركي؟ هو دعم الاستثمارات الشبابية الكويتية، يعني تسهيل إجراءات الاستثمار أو نقول المشاريع الصغيرة من خلال يعني مساعدتهم في فتح مشاريع في تركيا أو حتى مشاريع في الكويت، يكون هناك اهتمام، لا نركز على الاقتصادات الكبرى والمشاريع الكبرى، لابد أن يكون هناك انخراط في التجارة، تجارة التجزئة ودعم المشاريع المتوسطة والمشاريع الصغرى، لأنها تشكل هي يعني المناخ الجيد للاقتصاد. اليوم يعني المشاريع التي تتصدر قائمة المشاريع والإنجازات المشتركة ما بين دولة الكويت والجمهورية التركية لربما نجدها بالمشاريع
الكبرى ومشاريع على إنجاز مثل مطار الكويت الدولي وغيرها من هذه الإنجازات، لكن أنت تشير إلى أمور أخرى قد تكون هي ما تسمى بالمشاريع المتوسطة والمشاريع الصغيرة. هذا الجانب، ماذا عن الجانب التكنولوجي، خاصة أن الجمهورية التركية من خبراتها لديها أيضا باع كبير في مجال التكنولوجيا اليوم؟ بكل تأكيد التكنولوجيا الآن هي يعني الثورة المقبلة للعالم وكل العالم فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني وحماية المعلومات، وتركيا لديها يعني باع في هذا المجال، وقد يكون الاستفادة بين البلدين من خلال تطوير الشراكة التكنولوجية وإنشاء شركات متخصصة في هذا المجال والاستفادة من العقول الكويتية والعقول التركية، ما دام هناك في توافق كبير بين القائدين بين البلدين، لابد أن نحفز هذه الشركات في مجال التكنولوجيا لأن هي الأساس. واليوم لابد أن حتى في مسألة بناء البيوت والمشاريع لابد أن نركز أن تكون هذه المشاريع تعتمد على التكنولوجيا وتعتمد على أيضا مصادر الطاقة البديلة وتحفز مسألة توفير الطاقة. تركيا لديها تجارب ناجحة وهي من الاقتصاديات الكبرى. اليوم إن شاء الله المجال مفتوح للبلدين من خلال هذه الزيارة المباركة لسمو الأمير، وستكون هناك اتفاقيات لابد أن نستفيد من هذه الاتفاقيات ونفعل اللجان المشتركة بين البلدين ونعمل بشكل حقيقي حتى أن نترجم هذه الرقبة الصادقة بين القائدين، القائد الكويتي والقائد التركي، ليكون لدينا إن شاء الله اقتصاد ينمو في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها العالم. صعب أنك تجد بلدين متوافقين بهذا الشكل في ظل الظروف الصراعات الإقليمية. اليوم لابد أن نستفيد من هذا التطابق الكبير وأن نوحد الرؤى ونتجه نحو الاقتصاد المشترك بين البلدين. جميل جدا. سؤالي لك ولكن الإجابة بعد أن ننتقل إلى زميلتي نورة، وهو لطالما الكويتيون يعشقون الجمهورية التركية ونشاهدهم دائما ما يقومون مثلا بالدخول بشراء الوحدات السكنية المبنية ضمن نظام الكمباوند، وهذه المنظومة السكنية التي تكون داخل بيئة مغلقة تلقى رواجا، لماذا لا نستطيع مثلا أن نطبق مثل هذه النماذج من الوحدات السكنية التي تسمى بالكومباوند المغلقة داخل بيئة متكاملة داخل وحدة سكنية في دولة الكويت، لطالما هي ناجحة وتستقطب الكويتيين الذين يدفعون الأموال الطائلة؟ فهذه هي التجربة بودنا أن تكون لدينا في دولة الكويت. أسمع رأيك في هذا الموضوع، ولكن أذهب إلى زميلتي دكتورة نورة العبدالله المتواجدة هناك. أهلا ومرحبا بك نورة. شكرا دكتور بسام الجزاف ولضيفك الكريم، وتغطيتنا مشاهدينا مستمرة للحديث عن زيارة سمو أمير البلاد إلى جمهورية تركيا الصديقة. وينضم معي من هناك يوسف أوغلو الخبير في العلاقات التركية العربية. بعد التحية والترحيب أهلا وسهلا بك، لنتحدث معا عن تاريخ طويل يجمع الكويت وتركيا. علاقات البلدين ليست وليدة اللحظة بل قديمة ومتجذرة، كيف تنظر لهذه العلاقة وأهم المحطات التاريخية فيها؟ تفضل. مساء الخير، تحياتي لكم ولضيوفكم والسادة المشاهدين. بداية زيارة تاريخية يقوم بها سمو الأمير مشعل الصباح إلى تركيا، وهنالك الكثير من أتوقع النتائج المرجوة على جميع الأصعدة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية ستتم ضمن هذه الزيارة التاريخية. لا ننسى أن هنالك بعض العلامات الفارقة، من أهم هذه العلامات أن هذه أول زيارة لدولة غير عربية يقوم بها سمو الأمير إلى دولة أجنبية هي تركيا بعد توليه منصبه في الكويت. ثانيا، بعد غياب 7 سنوات تأتي هذه الزيارة من قبل المسؤولين الكويتيين. استقبال الرئيس أردوغان في المطار له دلالات كبيرة ويدل على مدى أهمية العلاقة، أنها ليست علاقات دبلوماسية فقط وإنما علاقات أخوية مبنية على الثقة والتفاهم والمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة. ثالثا، الاهتمام الكبير بهذه الزيارة من قبل الحكومة التركية والوفد التركي. الآن
تقام مراسم استقبال مهمة في القصر الرئاسي ومحادثات ثنائية واتفاقات توقع، ثم بعد ذلك سيتم تتويج إعطاء وسام الدولة من قبل الرئيس أردوغان لسمو الأمير الكويت مشعل الصباح، وأيضا ستنتهي بمأدبة العشاء. هذا يدل على أن هذه العلاقات هي ليست علاقات دبلوماسية عادية، هنالك الكثير من التقاطعات المشتركة. ولا ننسى أن هذا يتم الآن، هذه الزيارة التاريخية بعد مرور أو الاحتفال بالذكرى 60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين كل من الكويت وتركيا، وبالتالي هذه علاقات متجذرة، علاقات تاريخية وعلاقات قديمة، والمصالح المشتركة هي تدل على أن المصير مشترك. وأتوقع بأن هذه العلاقات ترتقي أنها تكون علاقات استراتيجية في قطاعات مهمة، ومن أهم هذه القطاعات الاقتصاد وكيفية أن يكون هناك ازدهار في الاقتصاد والاستثمار. نعلم بأن تركيا دولة قوية في صناعاتها، والكويت دولة قوية في مواردها المالية، واقتران الرأس المال الكويتي بالخبرة التقنية في تركيا يولد شراكات قوية جدا على مستوى ليس فقط البلدين وإنما على المستوى الإقليمي والعالمي. تركيا ترحب بوجود الأمير، سمو الأمير في تركيا، والعلاقات التي هي ستنتج أتوقع اتفاقيات كبيرة ستدفع بالتعاون بين البلدين إلى أرقام كبيرة. نعلم حجم التبادل 700 مليون دولار، هو لا يرتقي إلى الرقم المطلوب، وأتوقع أن الأرقام ستكون أكثر من ذلك بكثير. نعم، تجمعنا دائما المحبة والشراكات، وإن شاء الله نأمل بالمزيد. ولنتوقف عند نقطة بمناسبة الذكرى 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين وزيارة سمو أمير البلاد الحالية، كيف تقرأ أهمية ذلك في تعزيز التعاون المشترك الذي نتأمله إن شاء الله، وكيف تنعكس على مستوى العلاقات في المستقبل؟ بكل تأكيد أن بمناسبة هذه الذكرى 60 هنالك رؤية مشتركة للتحديات الموجودة في المنطقة، وخصوصا ملف غزة يحمل أهمية لكلا الطرفين. التشاور والتفاهم والرؤية المشتركة بين كل من تركيا والكويت وبين الرئيس أردوغان وسمو الأمير مشعل الصباح تؤكد أن هنالك أهداف إقليمية، وكلا الدولتين بسبب هذا التاريخ الطويل 60 عاما من العلاقات المتجذرة تدل على أن هنالك هذه رؤية مشتركة لتجاوز الصعاب أمام مرحلة وتحديات موجودة، التحديات الجيوسياسية، المنطقة على صفيح ساخن، وتركيا والكويت لاعبان إقليميان متناميان ومهمان في المنطقة، وهنالك تناغم كبير في كيفية مواجهة هذه التحديات الجيوسياسية والأزمات التي تعصف في المنطقة. وبالتالي من باب التفاهم والتشاور، وهذا اللقاء يحمل أهمية قصوى هذا على البعد السياسي والدبلوماسي، وخصوصا في ملف غزة. أما الملف الآخر أتوقع أنه سيضفي إلى تركيا والكويت قيمة مضافة كبيرة في موضوع الاستثمار المزدهر ودعم الاقتصاد لكلا الدولتين. نعلم أن رجال الأعمال الكويتيين هم يعتبروا من أهم المستثمرين الرقم الأول في الاستثمارات في تركيا في شراء العقارات وفي السياحة، وأيضا تركيا تطمح أن يكون هنالك استغلال لخبرتها في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية في الكويت، وبالتالي هنالك تناغم كبير. الوفد المرافق لسمو أمير الكويت هو في مجمله وفد اقتصادي، سواء كان وزير المالية أو المسؤول أو الوزير المسؤول عن الاستثمارات الاقتصادية وزير الدولة، بالإضافة إلى وزير الخارجية، فهي زيارة اقتصادية بنكهة دبلوماسية سياسية دعني أسميها، والذي استقبل أيضا الوفد الكويتي مع الرئيس أردوغان وزير المالية والخزانة التركي محمد شمشيك، وهنالك الآن لقاءات ثنائية ماضية في القصر الرئاسي، يدل على أن صفحة مزدهرة من العلاقات الاقتصادية تنتظر للدولتين. وأتوقع أيضا أن موضوع الصناعات الدفاعية
التي تركيا قطعت فيه شوطا كبيرا أيضا هو أيضا على أجندة هذه العلاقات الثنائية المشتركة. وبالتالي هي علاقة الكل رابح, win win equation, الكل يربح, وسيقوي هذا التعاون المشترك والعلاقات الاستراتيجية كل ما يتم هدفه على مستوى البلدين الكويت وتركيا. نعم, ومن ضمن أولويات دولة الكويت في أجندتها واستراتيجيتها أكيد البعد الاقتصادي. لنتوقف عند هذا الملف, الملف الاقتصادي, وننظر إليه من خلال الاستثمارات الكويتية التركية وعبر بعض الأنشطة للشركات التركية مثل إنشاء المطار وأيضا المساعدة في الموانئ في الكويت. لنتحدث عن هذا الملف. بكل تأكيد الاستثمارات الكويتية في تركيا مهمة جدا كما ذكرت في قطاع العقارات وفي قطاع السياحة, ولكن أيضا العقود التي حصلت عليها تركيا والنشاطات للشركات التركية في الكويت تلعب أهمية خاصة في البنية التحتية ومطار الكويت. تقريبا أكثر من 50 شركة تركية موجودة في الكويت, وهنالك تسهيلات واضحة وهنالك تعاون من قبل الحكومة الكويتية لرجال الأعمال الأتراك والشركات التركية. وأيضا هنالك رؤى مشتركة لتأسيس شراكات استراتيجية في قطاعات متعددة اقتصادية واستثمارية وصناعية حتى. وبالتالي أنا أتوقع بأن ستزدهر وينعكس ذلك على أرقام أكبر مما هو الآن جاري في التبادل التجاري. 700 مليون دولار لا تعكس حقيقة قوة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين كل من دولة الكويت وتركيا. وبالتالي هنالك اهتمام كبير في كيفية رفع هذا المستوى. وأيضا الاستثمارات الكويتية في تركيا مرحب بها. الحكومة التركية تعطي الأولوية للصناديق السيادية الكويتية في الاستثمار واستغلال الفرص التي موجودة هي في تركيا. تركيا نسبة نمو عالية جدا بالنسبة لدول العالم 5.1%, وتقريبا 85 مليون مستهلك, وهي بيئة سياحية تشجع الاستثمار في جميع المجالات سياحيا وعقاريا وحتى صناعيا. وبالتالي أتوقع بأن دولة الكويت وهذه الزيارة ستؤطر كيف الاستفادة من هذه الفرص سواء داخل تركيا أو داخل الكويت. وبالتالي شراكات استراتيجية مشتركة ستكون لها تأثير كبير على المستقبل الاقتصادي, وأتوقع ازدهار هذا المستقبل الاقتصادي بعد هذه الزيارة التاريخية. نعم, هناك توافق كبير بين البلدين وبين سياسة دولة الكويت وجمهورية تركيا في العديد من الملفات مثل ما ذكرت, ولعل أبرزها أيضا ما يحدث أكيد مؤخرا دعم القضية الفلسطينية. كيف تنظر إلى أهمية ذلك في دعم الاستقرار في المنطقة ودعم الأمن الدولي؟ يا سيدتي, هذه ليست أول مرة. يعني قبل ذلك كانت رؤية مشتركة بين كل من تركيا والكويت في دعم الأمن والاستقرار أثناء أزمة قطر والخلاف الذي حدث في عام 2017. وبالتالي كان كل من تركيا والكويت كانوا وسطات ناجحة, وكان هنالك محاولات سياسية ودبلوماسية مكثفة لرأب الصدع ونزع الخلافات, ونجحت هذه الوساطات بشكل كبير. إذن الحكمة والحنكة الدبلوماسية الموجودة عند الطرفين, عند القيادة الكويتية والقيادة التركية في كيفية وأد الأزمات وحل المشاكل والتعامل في قضية, لابد من أن يكون هناك مفتح مبدأ الحوار, خدمات الحوار, وعدم أن يكون هناك تأزيم أي علاقات أو مشاكل أدى أن يكون هناك أمن واستقرار على الصعيد الإقليمي. الآن تحديات أخرى موجودة سواء في موضوع القضية الفلسطينية, سواء كان في موضوع عدم الاستقرار في دول الجوار العراق وسوريا والتهديدات الموجودة هنا وهناك. وبالتالي الرؤية مشتركة وهنالك تفاهم مشترك وهنالك دعم حقيقي دبلوماسي وسياسي. تركيا ودولة الكويت يراني بأن يجب أن يكون هنالك وقف لإطلاق النار عاجل وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل في ملف غزة, وأن يكون هنالك تفعيل للحوار السياسي
السياسي والدبلوماسي وإيقاف نار الحرب، لأن لا أحد يستفيد من هذا الأمر، وهنالك فقط شعوب تدفع ضرائب باهظة إذا ما كان هنالك حروب. وبالتالي الرؤية وهذه الزيارة أنا برأيي هي أيضا ستكون داعما للجهود التركية الدبلوماسية والسياسية في كيفية حل المشكلة القائمة في قطاع غزة والحرب الدائرة والتي تم دفع ثمن باهظ لها من الشعب الفلسطيني. الرؤية مشتركة والجهود أيضا مشتركة والهم أيضا مشترك، ولا بد تحقيق الأمن والاستقرار ودعم هذه الجهود ضمن يتشكل من خلال هذه الزيارات التاريخية واللقاءات الثنائية والتي تصب في مصلحة المنطقة ليس فقط في مصلحة البلدين. نعم، السيد خبير العلاقات التركية العربية يوسف أوغلو، ابقى معنا في رسالة أخرى عما قريب. شكرا لكل التفاصيل التي قلتها لنا في هذه التغطية، ونقوم معكم مشاهدينا ونتحدث عن العلاقات الكويتية التركية على أسس متجذرة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك. فعلى مدار 6 عقود من العلاقات الدبلوماسية بين الكويت وتركيا تبرز مسيرة حافلة من التعاون بين البلدين الصديقين ومحطات تاريخية ومفصلية أثبتت قوة ومتانة ما يربطهما من احترام متبادل وتوافق في المصالح والرؤى المشتركة. الله اللي عزه وحقق مرام، والله اللي ناصره في كل جولة. علاقة سياسية اقتصادية ذات نموذج مثالي تربط بين دولة الكويت وجمهورية تركيا الصديقة والمتجذرة منذ سنوات. وزيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في زيارة دولة تؤكد أواصر أساس العلاقة الودية والمصالح المشتركة بين الشعبين الصديقين. علاقة التاريخية الكويتية التركية يعني تعود إلى حقبة العثمانيين يعني أكثر من 150 سنة. كان دائما في تواصل وعلاقات على الجانب السياسي على الجانب التجاري بشكل عام. بالنسبة للوقت الحاضر العلاقات التركية الكويتية شهدت نمو كبير خصوصا خلال آخر 10 سنوات. أولا في المجال السياحي هناك يعني هي قبلة للسياحة من قبل الكويتيين. من ناحية العمالة إنزين هناك كذلك جالية تركية تعمل في الكويت في مجالات الهندسة والمقاولات وقطاعات المختلفة، وفي هناك بعض المهن التي تتميز فيها العمالة التركية موجودة هنا في الكويت. كذلك في المجال العسكري في هناك عقود ما بين وزارة الدفاع في الكويت ودولة تركيا في بشأن بعض أنواع من الأسلحة خصوصا في مسيرات وغيرها. آليات التعاون بين البلدين شملت العديد من المجالات بدءا من التجارة إلى الصناعة الدفاعية ومن السياحة إلى الاستثمار. العلاقات الكويتية التركية هي علاقة قديمة وتاريخية، وتأتي زيارة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الصباح لجمهورية تركيا تأتي في إطار توثيق العلاقة وتعزيزها كذلك، وتؤسس علاقة جديدة مع صاحب السمو ونظيره التركي. كما تعلم وضع صاحب السمو تركيا من ضمن برنامج زياراته الخارجية، هذا يؤكد على عمق وأهمية تركيا بالنسبة للكويت وسياستها الخارجية. كما تعلم تركيا من الدول المحورية والمهمة في المنطقة على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني، ولذلك توثيق العلاقة مع تركيا لها أهمية كبرى ولها بعد سياسي واستراتيجي. تطابق الرؤى والرأي والرؤية بين قيادتي البلدين الصديقين بشأن الحفاظ على السلام والاستقرار في القضايا الإقليمية دلالة على إرادة سياسية قوية للوصول إلى أعلى درجات التعاون والتكامل في مختلف المجالات. شيخنا مشعل رفع ربي مقامه لا عدم وجهه طيبة وزول عزنا الله في
عودة من جديد لكم مشاهدينا في هذه التغطية الخاصة، ونعود للمساحة الحوارية مع ضيفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الدكتور غانم سليماني مع الزميل الدكتور بسام الجزاف إلى الطرف الآخر من الاستوديو. شكرا دكتورة نورة، ولضيفك الكريم خبير العلاقات التركية العربية الأستاذ يوسف أوغلو. إذا أردنا أن نعقب دكتور غانم سليماني على ما ذكره الأستاذ يوسف أوغلو من أنه ذكر بأن هنالك وجه للتشابه في العلاقات الكويتية التركية وفن الدبلوماسية، وكأن هنالك توأمة، وخاصة بأن الكويت وتركيا كانت لهم يد كبيرة في كثير من القضايا التي ساهموا في حلها. هذه الشراكة في فن الدبلوماسية كيف يقراها الدكتور غانم؟ بكل تأكيد، وتعقيبا على حديث الزميل من تركيا الذي يعني تابع بكل اهتمام، وهذا يدل أن المراقبين والإعلاميين يهتمون بهذه الزيارة، وتحدث أيضا عن الجوانب الاقتصادية التي ممكن أن تثار في هذه الزيارة، ومتوقع أن تكون هناك اتفاقيات اقتصادية تنشط الاستثمارات والتجارة، وهذا يعكس التشابه الدبلوماسي والمواقف المشتركة بين البلدين في جميع القضايا، وهناك ارتياح دبلوماسي وعلاقة متينة وانسجام نعم. متطابق في كافة القضايا، وعلى رأسها قضية فلسطين. دائما هناك دعم كبير من تركيا والكويت لهذه القضية. لطالما دكتور غانم كانت هنا، يعني القضية الفلسطينية قضية يعني كبيرة وأزلية ومتجذرة وعميقة، ونتمنى أن تحل، ولكن يعني نأمل من الله أن تحل. لكن إذا كان للكويت دائما دور في الدبلوماسية، وكان أيضا لتركيا أيضا دور، هل باعتقادك في يوم من الأيام أن تساهم الكويت وتركيا في إيجاد حل ومخرج لما يعانيه قطاع غزة، ب يعني إيصال كلمة إلى العالم من أجل وقف هذا العدوان، إيجاد حل، إيجاد هدنة، إيجاد طريقة حتى يسلم بها الشعب الفلسطيني مما يعني يشاهده من اجتياح بربري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجيشه؟ بكل تأكيد دعم كبير لهذه القضية، دعم من جميع دول العالم، لأنها قضية عادلة، والمواقف الكويتية والتركية متطابقة، وأنا متأكد أن هناك يعني رغبة يعني اليوم قبل غدا لوقف هذه الحرب. الكويت رغم صغرها بالجغرافيا لكنها ثقيلة ولها وزنها على المستوى الدولي، كذلك الجمهورية التركية. أكيد، بكل تأكيد هناك يعني توافق وهناك دعم، وأنا متأكد إن شاء الله أن سيكون هناك حل قريب لهذه الأزمة، وسيكون هناك مساهمة كبيرة لإعمار غزة من البلدين تركيا والكويت، ودعم هذه إعادة الإعمار تحتاج غزة. الآن هي مدمرة بالكامل، 70% من المباني يعني مدمرة، هناك العديد من المرافق الصحية والمدارس والجامعات والطرق، وهذا يعني يحتاج إلى إعادة إعمار، وأنا متأكد وزيادة قوافل وحافلات مثلا التي تمت بالإمدادات الغذائية والصحية إلى الجانب في قطاع غزة. نقطة جدا يعني ذكرها جميلة، ذكرها الأستاذ يوسف أوغلو وهو الخبير في العلاقات التركية العربية، عندما ذكر بأن إذا نظرت إلى الوفد الذي جاء مع سمو الأمير حفظه الله إلى جمهورية تركيا، فإنك ستترجم ما هي الملفات التي قال هو وفد اقتصادي دبلوماسي. بكل تأكيد الاقتصاد هو البوابة لكل التوافقات، عندما تقدم الاقتصاد وتكون هناك مشاريع استثمارية تجارية، بكل تأكيد بكل يعني سلاسة ستحل جميع الملفات الأخرى، وبالتالي هذه نقطة مهمة ونظرة ثاقبة من سمو الأمير عندما اصطحب يعني وفد اقتصادي وقدم هذه المشاريع الاقتصادية والاستثمارية، لأنها هي المستقبل وهي التي تساهم في
في إنعاش الاستثمارات وتوفر فرص عمل وتوفر استثمارات بين البلدين. اليوم أنا متأكد أن هذه الزيارة سيكون لها أبعاد مختلفة وخصوصا في الجانب الاقتصادي، وهناك تركيز كبير لتعزيز اللجان المشتركة الاقتصادية ودفع عجلة المشاريع بين البلدين. ولعل يعني التاريخ والأرقام التي تتحدث عن الاقتصاد المشترك بين البلدين، هناك قلنا العديد من الشركات تعمل في الكويت، وهناك أيضا شركات كويتية تعمل في تركيا، وهذا التوافق وسيزيد ويكون النمو الاقتصادي سينمو بسرعة بفضل هذه الزيارة، وستكون هناك اتفاقية كبرى. ونتمنى إن شاء الله، أنا من كل قلبي، أن يكون هناك اتفاقية شاملة اقتصادية على قرار الاتفاقية التي حصلت بين تركيا وقطر وتركيا والإمارات، لتكون هناك يعني تعالج جميع الجوانب الاقتصادية والاستفادة من القوة الاقتصادية المتصاعدة لتركيا نظرا للتشابه الثقافي، القرب الجغرافي بين البلدين وسرعة الوصول للبلدين، وأيضا هناك علاقة تاريخية وإرث يتكئ على يعني مواقف جيدة. عندما نعدد المواقف التركية في أبان الاحتلال العراقي، وأيضا موقف الكويت المندد لمحاولة الانقلاب الفاشلة، وعديد من المواقف المشتركة بين البلدين تؤكد هناك محبة وهناك توافق مشترك. واليوم العلاقة بين تركيا والكويت تجاوزت العلاقة الدبلوماسية التقليدية وتتجه نحو آفاق أوسع، ونتمنى إن شاء الله أن يكون لهذه الزيارة المباركة انعكاسات إيجابية واستثمارات للشعبين في جميع القضايا. ولعلك قبل أنك تحدثت عن مسألة القضية الإسكانية، اليوم نحتاج أن يكون هناك يعني دعم للشركات التركية لتساهم في حل هذه الأزمة الاقتصادية، وأيضا تغيير الفكر السكني للمواطنين، خاصة في نقطة جدا مهمة دكتور، يعني حتى تعقيبا على كلامك، حتى تواصل كلامك في جزئية يعني نحن آمنا ووثقنا كحكومة بأن أتحنا المجال لشركات تركية ضخمة أن تعمل بصرح مثل مطار الكويت الدولي. وأي دولة عندما تسلم أكبر المباني لديها في دولتها فلا شك بأن المطارات تعد دائما من أضخم المباني الموجودة في أي بلد. مبنى المطار بهذا الحجم، والذي سنشهد في الأيام القادمة إن شاء الله بافتتاح مبارك من حضرة صاحب السمو أمير البلاد إن شاء الله حفظه الله ورعاه، بأن نشاهد هذا الصرح، هذه الأيقونة الجميلة التي سوف تستقبل الكثير من المسافرين والطائرات. لا شك بأننا عندما وثقنا وآمنا بأن هذه الشركات ستقدم الجودة والتقنية العالية، فكيف ستنعكس هذه اليوم على فرص لتجربة أيضا هذه الشركات بالبنى التحتية والمباني أيضا السكنية؟ بكل تأكيد، يعني عندما نبدأ الحديث عن الأزمة الإسكانية في الكويت، هناك العديد من المواطنين طوابير ينتظرون السكن، وهناك عدد من المواطنين يرهقهم أو تلتهم حتى رواتبهم الإيجارات العالية، فبالتالي لابد أن نفكر تفكير يعني غير تقليدي، وأن مثلا ندعو شركات تركية لتقديم إنشاء مدن مثلا يعني سكنية. جاهزة سكنية، جاهزة بيوت ساكنة بمساحات خلينا نقول أقل من المساحات اللي الآن توزع، لنسمح لأكبر عدد من المواطنين الاستفادة من السكن والتوفير. ولتركيا يعني تجربة كبيرة في مسألة البنى التحتية وإنشاء المدن، وسيكون لها انعكاسات إيجابية على هذه القضية الإسكانية. وبالتالي مثل ما تفضلت، أننا إحنا عندما قامت شركات تركية ببناء يعني المطار، لعلنا ان شاء الله نستفيد منها في بناء مدن اسكانيه تساهم في تخفيف اعباء الازمه السكانيه في الكويت. ما ذكره السيد يوسف أوغلو خبير العلاقات التركية العربية بشأن موضوع يرتكز على النمو، قال بأن تركيا تنمو نموا مضطردا يصل إلى 5.1%، وهو يعني تعد نسبة لا يستهان بها في موضوع النمو والاقتصاديات العالمية. إذا أردنا أن نذهب إلى الجانب الآخر، وهو الجانب
الثقافي. لا شك بأن الكويت تريد يعني أن تسعى دائما إلى إيجاد أفضل الفرص لأبنائها من أجل التحصيل العلمي والثقافي. لذلك البعثات تبارك الرحمن في دولة الكويت كثيرة ولا تتوقف إلى معظم بلدان العالم. ماذا عن الجانب التركي في اعتقادك؟ أليست هنالك جامعات يعني مثلا أسوة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة لندن وغيرها من البعثات التي نشاهدها بعثات دراسية لأبنائنا من كل الجنسين؟ بكل تأكيد التعليم وخصوصا التعليم الجامعي هو أحد المرتكزات المهمة، ويجب يعني أن نركز على هذا المجال من خلال استقطاب الجامعات العريقة في الكويت، يعني بدلا أن نبتعث الطلبة إلى بلدان بعيدة في كندا في استراليا في بريطانيا، نجلب هذه الجامعات العريقة ونعلم أبنائنا، بدل ما يعني تعلم طالب واحد ممكن تعلم ثلاث طلاب وهم يدرسون في الكويت من خلال الجامعات العريقة. اليوم الاستفادة هذه الجامعات أيضا يعني هنالك نماذج يعني لأشقائنا في الدول الخليج، ومنها مثلا دولة قطر أكثر من سبع جامعات عالمية ذات رانك عالي نقول يعني أو جودة عالية واعتماد عالي جاءت إلى دولة قطر. هذه الفرصة يعني لو كررناها في دولة الكويت واستفدنا منها، لكن أنا أقصد الدراسة في الجمهورية التركية نفسها، عندما يذهب أبنائنا إلى بلد يتطابق معك في الدين وفي المأكل وتجد بأن أيضا المسافة قصيرة، هنالك تشابه واقتراب أيضا وراحة نفسية، ولا يعد من يسافر إلى تركيا مغتربا، ألا توافقني الرأي؟ بكل تأكيد نتيجة القرب الجغرافي بين البلدين والتشابه والثقافة الإسلامية الواحدة وأيضا الجو المعتدل ووجود يعني مناخ يعني يرحب بالكويتيين من خلال يعني دعم السياحة وتعزيز أواصر المحبة، وأيضا الجانب السياسي والدبلوماسي ينشط في دعم هذا المجال، لعلها تكون فرصة جديدة لفتح آفاق في التعليم العالي في الجامعات في تركيا وجمهورية تركيا. ونعرف العديد من المواطنين يتقنون اللغة التركية، وهناك معاهد تقدم يعني دورات لتعلم اللغة التركية، بل هنالك مقيمين يعني على مدار السنة موجودين من إخواننا الكويتيين، يعني أصبحوا من أصحاب العقارات والمباني السكنية التي لديهم، وتقريبا يعني في فترة الصيف دائما ما يذهبون إلى الجمهورية التركية. هذا التقارب، هذا الانسجام لا شك بأنه أيضا ينعكس على علاقات الحب والمحبة بين الجانبين. وهنالك كلمة دائما نقولها، عندما تذهب إلى دولة يرفع فيها صوت الأذان فأنت تشعر بالراحة والاطمئنان والأمان، ليس كذلك؟ بكل تأكيد هناك أستاذ بسام أكثر من 12,000 مواطن كويتي لديهم منازل في تركيا، والعدد في ازدياد نتيجة التسهيلات ونتيجة المناخ يعني الجيد للعيش والحياة، وحتى توفر يعني الأكل الإسلامي وأيضا البيئة الملائمة لثقافتنا، هذا أيضا يعزز التعاون والتوافق المشترك بين البلدين. اليوم يعني تركيا كما قال وزير التجارة التركي يقول أن الكويت هي بوابة تركيا للخليج، وتركيا هي بوابة الكويت إلى أوروبا. أيضا هناك يدل أن هناك توافق مشترك بين البلدين، ويكون تلاحم كبير أيضا على المستوى الشعبي والمستوى الرسمي والمستوى الدبلوماسي. إذا أردنا أن نتحدث حول جانب بأن أنا لست اقتصاديا ولكني يعني مطلع على الجانب الاقتصادي، وفي جلسة حوارية مع أحد الأصدقاء الاقتصاديين ذكر لي قال بأن قطاع الغذاء يعني يشكل يعني جانب مهم، فالاستثمار في قطاع الغذاء وخاصة بأن اليوم الكوزينة وما يسمى بالطبق أو المطبخ التركي لديه إقبال جدا جميل ورواجا، فاليوم لما نجد بأن هنالك الكثير من الاستثمارات إن كانت بشراكة كويتية تركية لمشاريع صغيرة في دولة الكويت لا شك بأنها ستكون ناجحة، والمطابخ التركية أو المطاعم التركية لاقت رواجا على المستوى العالمي أيضا. بكل تأكيد، وأيضا لعل يعني
يعني الفرص التي تقلصت في أوكرانيا وفي روسيا نتيجة الحرب وتأثرت سلال الإمدادات الغذاء جعلت تركيا يعني قبلة يعني الشراكة، وأيضا أن تكون يعني بديل لهذه البلدان التي الآن الفرص الاقتصادية بدأت يعني تتقلص، ولا بد أن نستفيد من هذه العلاقة. سأتحدث معك حول هذا الموضوع دكتور غانم، حول الفرص كيف يتم استثمارها خاصة في وجود ما يسمى باستقرار سياسي. مع الاستقرار السياسي تنهض النهضة الاقتصادية التنموية. أريد أن يعني أعقب على جزئية في هذا الجانب، ولكن يعني هي لحظات وأنتقل إلى زميلي فهد الخالد في الجانب الآخر من الاستديو في قاعة التحرير، حيث الآن يعني بقي دقيقتان وننطلق مع موجز أخبار الساعة السادسة، والذي بلا شك سوف يركز هذا الموجز على زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية التركية. وعنوان تغطيتنا لهذا اليوم دكتور غانم سليماني وأنت ضيفنا في هذه التغطية: الكويت وتركيا، شراكة استراتيجية، علاقة متينة. سأتحدث معك حول 62 اتفاقية، ولا شك بلا شك بأن زيارة حضرة صاحب السمو جاءت لتدعم هذه الاتفاقيات والشراكات وإلى مستقبل إن شاء الله أرحم. أنتقل الآن إلى الزميل على الطرف الآخر من الاستديو، الزميل فهد الخالد، والموجز لأهم وآخر الأنباء. جزيل الشكر للزميل فهد الخالد، كان معنا قبل لحظات في موجز لأهم وآخر الأنباء. ونعود مرة أخرى إلى ضيفنا داخل الاستوديو الدكتور الصحفي الكاتب الصحفي الدكتور غانم سليماني، وبعودة إلى حديثنا حول العلاقات الكويتية التركية المستمرة منذ 6 عقود. بلا شك تؤطرها اتفاقيات شراكة وتعاون بلغ عددها أكثر من 62 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكولات مشتركة في مختلف المجالات. دكتور غانم، كنا قبل يعني حديثنا قبل ذهبنا إلى موجز الأخبار تحدثنا حول أننا نريد أن نسلط الضوء على الكثير من المجالات، ولا شك بأن الجمهورية التركية اليوم تعد من البلدان الذكية ذات النمو المطرد سريعة التطور في كافة المجالات. واليوم دولة الكويت حكومة وشعبا تريد أن تستفيد من هذه الشراكة، بحيث أننا نملك كما ذكرت في حديثك نملك رأس المال، بينما تعتبر الجمهورية التركية أرض خصبة لانتشار الأعمال في جميع القطاعات. دكتور، بكل تأكيد أن الفرص الاستثمارية الآن أكبر مما هي عليه. توجد هناك قوة اقتصادية متصاعدة في تركيا، عقلية اقتصادية، انفتاح على أوروبا، مساحات شاسعة، هناك يعني استثمارات في جميع المجالات. في مقابل لدينا قوة مالية، في فكر استثماري، في عقلية كويتية دائما تبحث عن الفرص الاستثمارية. فكل هذه الرؤى المتطابقة بين البلدين تخلق قوة اقتصادية كبرى تجعل البلدين علامة فارقة في العالم، لا سيما في وجود أيضا التطابق المشترك الدبلوماسي والرئاسي والشعبي بين البلدين، وأيضا القرب الجغرافي والرغبة الصادقة لهذه البلدان لتكون هناك اجتماعات. دكتور، كما يعني أنت يعني كان حدسك صحيح عندما ذكرت بأن هنالك توقيع اتفاقيات، ننتقل مع السادة المشاهدين إلى الجمهورية التركية، حيث نشاهد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، والرئيس التركي فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
çok teşekkür ediyoruz. Sayın Türkiye Cumhurbaşkanımız, Sayın Konuk Kuveyt Emiri, değerli konuklarımız, şimdi Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kuveyt Emiri Sayın Şeyh Sabah El Ahmet El Cabir El Sabah Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih edilecektir. Efendim şimdi tevcih törenimiz sona ermiştir. Şimdi iki ülke arasında anlaşma imza töreni başlayacaktır. Arz ederiz. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Kuveyt Emiri, kıymetli misafirler, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuveyt Devleti arasında müzakere edilen anlaşmaların imza törenine başlıyoruz. Birinci anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti adına Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Kuveyt Devleti adına Maliye Bakanı, Ekonomik İşler ve Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Anwar Ali El Mutaf, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Kuveyt Yatırım Kurumu arasında yatırım tanıtım faaliyetlerinde işbirliği konusunda mutabakat zaptını imzalayacaklardır. إذن مشاهدينا كما نشاهد الآن في هذا البث الحي والمباشر زيارة الدولة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية التركية، وكان في استقباله فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان الرئيس التركي. الآن وصلنا كما نشاهد مع ضيفي داخل الاستوديو الدكتور غانم السليماني، تشاهد من خلال هذه اللقطات بعدما قام فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان ب تقليد سمو أمير البلاد وسام التركي الرفيع من الدرجة الأولى، والتي لا تعطى يعني إلا إلى نشاهد الآن توقيع الاتفاقيات والتي تعكس بلا شك دكتور هذه الزيارة التي تعتبر زيارة دولة وتنعكس أيضا بتوقيع بعض من الاتفاقيات في مجالات عدة. دكتور غانم، شهدنا هذه الاتفاقية الاقتصادية الكبرى بين البلدين، وهي تعزز هذه العلاقة والنمو المستمر في الاستثمارات وفي الاقتصاد. واليوم نشاهد القائدان وهما يوقعان على هذه الاتفاقيات التي تعزز وتدعم التعاون المشترك الاقتصادي بين البلدين. ستكون هناك آفاق جديدة للاستثمار والتجارة، وسيكون هناك ارتفاع بكل تأكيد للاستثمارات المشتركة بين البلدين، وينعكس هذا هذه الجوانب وهذه الاتفاقيات على الشعبين، الشعب التركي والشعب الكويتي، وسيكون هناك فرص استثمارية واعدة لما تملكه البلدين من توافق ومن تطابق رؤى مشتركة. وأيضا هذه العلاقة التاريخية التي تتكئ على تاريخ مزدهر وتطابق مشترك
كذلك نجد أن هذه لحظة تاريخية، لحظة فارقة بين البلدين، وسيكون هناك انعكاسات بكل تأكيد، وسنجني ثمار هذه الاتفاقيات بكل تأكيد من خلال العمل المشترك الذي سيعقب هذه الاتفاقيات المشتركة. هذه ثالث اتفاقية يتم توقيعها، لا شك بأنها ستختلف من مجال إلى مجال آخر، لربما يعني بعد لحظات عندما تأتي إلينا المعلومات بشكل واضح سنعرف تحديدا ما هي الملفات وما هي الاتفاقيات، ولكن نشاهد التبادل بين الوزراء، الوفد المرافق لسمو الأمير حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية التركية، والتي بلا شك أنها سوف يعني تعكس الجانب عندما يتم تبادل التواقيع على هذه الاتفاقيات من الجانب التركي والجانب الكويتي في نفس الوقت، ومن ثم أخذ هذه اللقطات المشتركة أمام قامتين عظيمتين، حضرة صاحب السمو أمير البلاد وفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. لا شك بأن هذه الاتفاقية أيضا الرابعة والتبادل كما نشاهد الآن تعزز من الجوانب. عندما قلنا هذا وزير الخارجية علي حية، لا شك بأن هذه الاتفاقية تشكل الجانب الدبلوماسي بين البلدين. بكل تأكيد هناك مجالات مشتركة بدءا من المجال الاقتصادي والمجال الدبلوماسي والمجال أيضا الاستثماري من خلال الصناديق السيادية ومن خلال المشاريع التنموية التي ستكون بعد توقيع هذه الاتفاقية، وهذه الرعاية الكبيرة وجود سمو الأمير حفظه الله ورعاه والرئيس التركي على هذه الطاولة لرعاية هذه الاتفاقيات بكل تأكيد يعطيها زخم وقوة كبيرة، وسيكون هناك يعني ارتدادات اقتصادية إيجابية بين البلدين، وهذه لحظة تاريخية ولحظة فارقة في الاقتصاد الكويتي، وأنا بكل تأكيد متأكد أن الأرقام ستتضاعف، أرقام الاستثمارات سيكون هناك زيادة وزيادة نمو مضطردة بعد هذه الاتفاقيات، لأنها تحظى برعاية واهتمام ومتابعة مباشرة من سمو الأمير ومن الرئيس التركي. هذا الأمر سيكون له يعني مستقبل مزدهر، وسيكون يعني بعد هذه المسيرة التي امتدت أكثر من 60 عاما جاءت هذه الاتفاقيات لتؤكد عمق العلاقة بين البلدين وتعكس يعني النية الصادقة والرؤى المشتركة وتعزز الفرص، وسيكون لها يعني ارتدادات اقتصادية، وأيضا سيكون لها حتى انعكاس على المنطقة في مجملها. يعني الآن شاهدنا الكثير من الاتفاقيات التي وقعت من الجانب الكويتي والجانب التركي، ونحن الآن في انتظار هذه اللحظة التاريخية لكلا البلدين في هذه الشراكة المتينة، والتي بلا شك هذه الاتفاقيات تؤصل وتعزز شراكة ذات أمد طويل وذات عمق تاريخي كبير، وبوجود هذه الاتفاقيات بلا شك أنها ستعزز لهذه الشراكة بشكل أكبر، وتفتح مجالات أرحب على المستويين الدولي والدبلوماسي والاقتصادي وكل المجالات إن شاء الله. فنبارك لدولة الكويت ونبارك أيضا للجمهورية التركية على هذا التناغم وهذا الانسجام وهذا الحب المتبادل بين الشعبين التركي والكويتي، والذي ترجم من خلال هذه الاتفاقيات وهذه الزيارة المباركة لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه إلى جمهورية التركية. دكتور غانم السليماني، هذه الاتفاقيات إن شاء الله الآن دائما هذه الكلمة أكررها دائما وأبدا في كل زيارة لحضرة صاحب السمو التي قام بها بجولاته الخليجية والعربية، وهذه الزيارة الأخيرة والتي لن تكون الأخيرة إن شاء الله لسموه الذي ينطلق فيها إلى بلدان العالم لتعزيز مكانة الكويت وجعل هذه الاتفاقيات
تعود على الجانب الكويتي والجوانب الأخرى من الدول البقية. لكن دائما أقول هذه الاتفاقيات، هذه الزيارة الآن وقعت من قائدين عظيمين. المرحلة القادمة بلا شك هي عمل اللجان المشتركة، الوزراء، الحكومات بنفسها أن تمارس هذه وتترجم هذه الاتفاقية على أرض الواقع بعجالة. دكتور غانم، بكل تأكيد هذه الاتفاقية المباركة التي وقعت بحضور القائدين العظيمين ستشهد مرحلة جديدة وسيكون لها انعكاسات وارتدادات إيجابية على الاقتصاد حتى على مستوى المنطقة. اليوم هذه الاتفاقية الكبرى على قرار الاتفاقية التي وقعت بين قطر وتركيا وأيضا وقعت بين الإمارات وتركيا جاءت اليوم لتوقع هذه الاتفاقية الكبرى لتشمل جميع المجالات المختلفة، وسيكون لها يعني استثمارات كبرى. اليوم سمو الأمير حفظه الله ورعاه حريص على فتح فرص استثمارية بين البلدين، خصوصا مع جمهورية تركيا التي تشهد نمو اقتصادي كبير. واليوم سموه بنظرته الثاقبة وحكمته وقع هذه الاتفاقيات حتى يفتح مجال للتجارة وينعش الاستثمار بين البلدين، وتكون هناك آفاق جديدة للعمل المشترك وتعزز التاريخ الطويل بين البلدين. وأنا بكل تأكيد الأرقام التي قرأناها اليوم ستتضاعف بعد توقيع هذه الاتفاقيات، وسيكون هناك فرص استثمارية ستعود بالرخاء والسلام على الشعبين، وسيكون هناك إن شاء الله يعني أرقام مرتفعة للاقتصاد وسنرى ثمارها إن شاء الله قريبا. جزيل الشكر للكاتبة الصحفية الدكتور غانم السليماني على حضورك معنا في هذه التغطية التي نقلناها إلى السادة المشاهدين، وهي زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد بزيارة دولة إلى الجمهورية التركية، والتي تعكس هذا العنوان الكويت وتركيا شراكة استراتيجية دائما وأبدا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. الله حفظك.